وزير كوزارة عافمات كيدر يركب برشيد الحكومة دافدر على الصومالية دكتور علي حاجة آذن أوه اليو مضح مشاريع دا عافمات كينج سلمان يبوغ شي كورميرك سادي حرام تبنجي قديقة قران كأي كلي داقوك مسؤولين تا يكورمير انكول قروك شاقوين كوكو دريرا حرام غنصوبي ويباني يكمد اميليو سادين قوالك بيو ديقة قيبتو كيديو كيدامان وحيك كومن تا حرام تبنجي قديقة يوغان انتاسي تكوري سادي حرام تا كلي داقوكا ايه كدرير تن شاقوين لنك اديقو بلشادة ويبانا من كرسول مينا بوكانا دا ونكوهرين مضاحا مشاريع دا عافمات كينج سلمان وإياك ورمي كرميرك يسوب ينسوغان بوغا دي شاقوين كدريرا بتوجيه من معالي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تشرفت هذا اليوم وبمعية معالي وزير الصحة الصومالي وسعادة سفير المملكة لدى الصومال الأستاذ أحمد مولد بافتتاح بنك الدم المركزي بمقديشو التابع المستشفى بنادر وكذلك افتتاح المرحلة الثانية من مشروع غسيل الكلوي بمستشفى بنادر. هذان المشروعان هما مشروعان ممولان من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدراع الإغاثي للمملكة العربية السعودية وجاء بتوجيه كريم لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين. إنشاء سفير الدولة السعودية في الصومالية أحمد بن محمد المولد جبو قادي شاقوينكا كدري راح رومغيها بوقدن ويبنوس الشاقي إن الدولة السعودية قرب تيغنتا الصومالية. تشرفنا اليوم بافتتاح بنك الدم في مستشفى بنادر في مقديشو بحضور معالي وزير الصحة ومع سعادة الدكتور عبد الله المعلم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وأيضا تدشين المرحلة الثانية من مركز غسيل الكلى في العاصمة الصومالية مقديشو. يأتي هذان المشروعان تحت بإشراف وتنفيذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبتوجيهات كريمة من مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله لتقديم الخدمات الصحية ورفع مستوى القطاع الصحي في الصومال ودعم جهود التنمية التي تقوم بها الحكومة الصومالية في مختلف المجالات وتحديدا أيضا من بينها المجال الصحي. بين وزير كوزارة عافمات كحكومة الفدرالية الصومالية دكتور علي حاجي آدم يعني ما هنجيبه في دقيقة جيكها باقدة ويبنوس الشيء إن دولة الصومالية كانت سيدي لنهار مريلا هاي أديجيد عافمات في دلقاء وحان ما انتهى لكان أن أجوغنا إن أن أغم هاد علنو والعليهن بغرطويدة السعودية العربية إن يو قائد كودة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان يو سمو وليه ولي العهد محمد بن سلمان إن أن أغم هاد علنو قرب استاقة أي الصومالية قرب استاقين إن أيضاً دعم يعني للصومال السياسي مركز الملك سلمان إن أي معرض تاجر وين الصومال بهيبين أي قبطي أي نلقرب استاجنا يعني نقوم هتقولنا هنا إن وأنا وح أن كنا قاعني قرب استاج سويل قط الصومال يعني قرب تاجناين وأنا وح أمد الصوماليات أي نقوم هتقولن دون أبد هدول إلهي رادو لو مشروع وين سدح إلى سدح مشروع وين أي هذا هلك أنا قل قبطين وح أي لسان قلبيان أي هولجليان حرن كلية دقس وضدك اللو أديق السل العقل عنا اللو أديقه ولي بما عرفتي أديق عنتو هل كان بكانة أي لوسيو دوين كهل كان كو قطان أرون العقل عن أيهين كو حتى ما عرفتي أن أنا لقين حتى ما عرفتي دو العقل عن أي قطان سدوا كلو حي سكر ديان ورشد بيها سفيسو ما عرفتي أن يعال أي هل كان سكر ديان وكشقي مركز كلية دقس تا وكشقي وحاكلا أي نجس عيدين بنجي ديك قرنك إنه هو الجلف وأشقى أي نجع عويان وما أنت اسم تعلظة يا أطن أو أذى جاية سي بلاش أهن أو أذى جاية شقوين كاس أي نلقبتين أطن وبلو واحد بدن أي حدا أي نبلا قادين إن نلص لي قبل دانان هدول هي رادو ومدة صماليات حلقة أي قباهي بدنات ولا الجرب استعجى أي لوجرة وأي كسوة كبنيسي بربركي دولة نماذا قد عاي أي كسوة كبنيسو
dhaqaalo ku filan isku maartay lagu hadu istaagtana wali Soomaaliya aysan haysanin security-gana culays weyn uu ku hayo wax walba security-ga iyo amniga xaqiiqsa maartay culays kala saarayo in arrimaha bulshada ay naga caawiyaan aad baan ugu mahadcelinayna jazakumullahu khayran jazaa Amisha Ibrahim Warter Karladi Muqdisho.